طب انا كده هقع يا خالة. لا ما تخافيش، امشي بس واقعد فتحي عينيك وبطل استعبط. طب فهمني، طيب في ايه؟ فتحي يا ستي، عربيتي الجديدة. ما تهزرش. حلوة قوي يا خالة، مبروك. الله يبارك فيكي. ايه بقى، مش هتقولي لي كنا وفرنا الفلوس دي وجهزنا بيهم شقتنا؟ لا مش هقول لك كده، عشان عارفه اهميتها بالنسبه لك. انت كنت فين من زمان يا دالي؟ موجوده، بس كل حاجه بتيجي في وقتها. احلى وقت. يلا نجرب العربيه. يلا. ثانيه واحده. ماشي. حلو قوي يا خالد، ميرسي. اتفضلي.